تسعة وحداش دقيقة ما زلتوا تسمعوا فينا في ميسيون امبوسيبل على يفهم احلى راديو. نحب نذكر انه بيفي في الحوار الصباحي اليومي باش يكون ان شاء الله عبد اللطيف المكي من عام حزب العمل والانجاز للحديث على الوضع السياسي العام عشية انتخابات تشريعية. نجيب تزيري يدعو الرئيس لتأجيلها. علاش علاش؟ لانه انصار الرئيس قال لك ما لموش التسكيات باش نشوفوا لين درا نحن بجد ماشيين في هذا الاتجاه او لا. وغير ذلك باش يكون محاور نقاش مع عبد اللطيف المكي. اونترتون مازلنا مع غفران بينوس في لي دوسيي دو ليكران. عنا اخر اخبار، فما وثيقه قاعده تدور على مواقع التواصل الاجتماعي اثار الضجه في مصر وفي العالم العربي وفي تونس توا. وثيقة زواج تسمى وثيقة التجربة، هي مبادرة أطلقها محامي مصري اسمه أحمد مهران. قال إنه المبادرة هذه قصدها الحد من نسب الطلاق، والعقد هذا يتضمن شروط يحددها لزوز أطراف والمشاكل اللي تنجم تواجههم، والغرض من هذا العقد تقييد الحق في الطلاق بشكل قانوني. من جهة شدد المركز العالمي للفتاوى التابع للأزهر على إنه الزواج ميثاق غليظ ولا يجوز العبث به، واشترط عدم وقوع انفصال بين الزوجين لمده 5 سنوات. يعني زواج التجربه فسر لي معناها نعملوا كونترا على اساس باش نعديو 3 سنين فقط. لا مش هكاك به. هو نحب نحكي نقول الكونترا هذايا تحكي فيه في 2021، يعني في اخر 2021، وعاود رجع اليوم، عاود خرج للاضواء وخرج في تونس. ما نعرفوش علاش، حتى نسالوا نجموا نتسالوا علاش خرج توا. انا ما ريتوش حاجه به يا برشا. هو فيه ثلاثه يقول لك يعني باش تفرض عليهم تقريبا انهم باش يقعدوا مع بعضهم 3 سنين، مش باش يجربوا باش يحدوا من يسب الطلاق. يعني ما عندوش حتى واحد ما عنده الحق يطلب طلاق ب3 سنين الاولانيين. اي واللي يطلب الطلاق يتحمل هو المسؤوليه، معناها يعوض الاضرار الكل. يعوض الاضرار الكل. نوليو فهمت معناها فلسفة أخرى هذه اللي حد من يسب الطلاق. يعني العقد مشروط على الأقل مينيموم فما 3 سنين، قبل 3 سنين تتحمل مسؤولية قبل التجديد. ولكن فما علاش أنا أثرت الموضوع هذايا، على خاطر التوانسة ما همش فاهمينه، يعني ماشي في بالهم 3 سنين هذوكم يعني يتجرب يتقعد يا ليه، فهمت أخكو. هو يعني في البنود نتاعو يعني فما شوية تجديد 3 سنين على بنود وشنو بنود كاسحة، معناها إذا كان تلق بعد 3 سنين تخلص برشا فلوس. لا يعني تتحمل المسؤولية، مثلا كان الراجل ما يخرجش من، يعني كان ما تخرجش المرأة من المحل الزوجية. ولا في 3 سنين تجربة ما كتبوش. ريت نقول لك حاجه طبعا. هو راه ريت الشروط حتى اللي محطوطين، فما شروط هذيكم موجودين في العقد، ولكن فما شروط نجم تنضاف يضيفوها الزوز اطراف. اما خلينا نمشيوا علاش اليوم التوانسه ركزوا مع الحكايه هذيا وعلاش عجبهم الموضوع من غير ما قراوا. خاطر مشي في بالهم اللي نحن اليوم قادرين ان نعملوا عقد يعني باش نجربوا فيه، يعني كما اللي صار في فرنسا، يعني باسكو ما نجموش المساكنه شرعا واخلاقيا في المجتمع، ما نجموش نمشيو مع المساكنه. دونك هما ماذا بهم يكون فما دي كونطرا من النوع هذا، انهم يعيشوا مع بعضهم كان مظهر لهمش باش يكملوا، يكون ما فماش الحقوق والواجبات اللي موجوده في العقد المدني العادي. نقول لك نحن هو ما باعتبار انه العقد شريعه الطرفين، خلينا نعملوا العقد نكتبوه بالطريقه نتاعنا نحن اللي نشوفوها. نجيب راهو فما ظاهرة يلزم نقشوا فيها، وحتى الحركات النسوية وانصار مجلة الحوالي الشخصية ظاهرة الطلاق. أيوة راهو بنسبة كبيرة برشا. شنو اللي قلق فيها نجيب؟ هاو شو يقلقني فيها؟ البعض معناها معتبرين هو كأنها كارثة وتونس تحت المرات المتقدمة، ولو الإحصائيات ما هيش صحيحة 100% ما هوش دليل. هذا مجتمع يتقدم، مجتمع معناها يحاول يفتش على توازنات، وشنو هي المشكلة؟ هي طلقت يبقي. يا وكر الصغيرات من بيهم وكل صغيرة من بيه فما تلاقي بلاش صغيرة. نسبة كبيرة من تلاقات بلاش صغيرة يا برهين. وحتى بالصغيرات علاش تصوير وهالوضع الكارثي هذا الكبير. هو معاه به وامه، وشوف يبقوا معاه في الوقت الناس كل تخدم، شوف ما يبقاوش معاه لين يكملوا يطلقوا. برهين دارنيير مو تحية للسيد عامد المحامين حاتم زي واللي هبطت الهيئة الوطنية للمحامين بيان على شركة عاملة اشهار. اي هذيك شنو حكيت؟ شركة عاملة اشهار اطلق قرارك طلق والاجراءات علينا نحن. اي المحامين عاد ما يقول لك باش يسحبوا لي قضايا الطلاق الفلوس هذيك الفلوس. علاش انت معناها هيئه المحامين عملتها معناها التنديد هذايا؟ خطر قلبها على الاسره والعائله التونسيه. لا 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 لا
قريبين من قضايا شعبهم وقريبين من والله نجيب كل شيء يا نجيب والله لا هذه حقيقة يا نجيب حق ليه أنا نمشي معاك حقهم المحامين يدافعوا على رزقهم لأنه تليق رزقهم بس المهنية متاع تليق في تونس يا مراد حقهم المحاماة مش مهنة رسالة يا ديش ربي يزيد الشعارات يا ديش الحقيقة المحاماة مش مهنة تحب تقنعني حاتم المزي وخذ موقف من الشركة هذية بتاع إجا طلقوا الإجراءات نعملوها احنا خوفا على الأسرة التونسية وهي هذا كلام هي اخذت موقف وأول ناس خرجوا في الوحدش هم المحامين مش خوفا على الديمقراطية في تونس يا دخلوا في نجيب مش دخل هذا في هذا تشتوت من الكوكالان في العقل يا ولدي يقول لك هكا مش عيب حقه انه يدافع على المهنه لان الناس هذوما داخلين ينافسوا فيهم في الخدمه نتاعهم المحامي ليس مهنه يا ولدي قرا علي سامحني سامحني ما انا تو نمشي المحامي عندي واحد يقول لي خلصني قول له راك انت رساله راك سامحني المحامين خلي زيد نستغل الفرصه نقول سامحني زيد وزيد يعرف راهو المحامي لا لا بشويه عاد انا نعرف مريح انا عندي صحابي ما تراش تونس سوسة وصفيقس راهو المحامين في كنت خرج تونس سوسة وصفيقس نابل بنزرت راهو محامي فما محامين تصور في 900 دينار في الشهر وقارية باك بلوس 7 ومتعذبة لأنه البزنس كما يقولوا في داخل الجمهورية لا علاقة له بالمدن اللي أنا نحكي عليه دونك أنا نمشي معاك في أبعد منك المحامين لازم يعملوا ضغط باش نفهموا هالموقع الإلكتروني هذا اولا لانه نحيلهم في خبزتهم المحامي اللي يقرا وانت ولد قانون علاش خويا احنا اصحابنا وصاحباتنا تعذبوا وقراوا وعديوا دي كونكور ويلقاو روحهم ما يخدموش في تليق ثانيا هل انه الموقع الالكتروني يعطيك ضمانات ولا لا خاطر ذا موقع نتاع اثري هو يبدو هو الموقع يبدو انه يعطيك الدليل القانوني للاتجاه في قضيه الطلاق هو موقع استشارات قانونيه يقول يقول بيانات للموقع ولكن مش يقول قايد استشارات برك سمحني الاجراءات يمشي يهز ولكن يعني نجيب في نهايه الامر زاد يقول لك لعل محامين اخرين زاده وانت تعرف اليوم فما مشاكل نتاع ترسيم في المحاماه وغيرها ناس قاريه قانون يقول لك زاده من حقي نرقى اتجاه موازي لمهنة المحاماة باش نعيش به زادة من خلال تقديم الاستشارات القانونية ومن خلال كذا يا أخي نعترفوا هذه سوق حرة ولا مش سوق حرة صحيح هو الاستشارة ماهوش باش يجي كمل المغرب يعملها الاستشارة القانونية أكيد باش يعملوها زادة محامين أكيد باش يعملوها أخصائيين تاع قانون شنو رأيكم أنا لهنا ممكن الحكاية هذه ولا مش ممكن زيادة أنا بالنسبة لي نصور أنه الإشكالية فيني كما قال مراد طوى هي ذات طابع على قسمة نتاع أنصبة في سوق وكل واحد انت يحب على النصيب نتاعه ويحب باش يدافع عليه لكن نحب نرجع لاصل الموضوع انا في تقديري انه ربما فهمتي من المهم انه تطرح المشكله هذه على مستوى في وطني حكايه الطلاق هذه وندخلوا علماء الاجتماع خاصه برشا دراسات قد تتعمل لكن نحن في ابعاد عليها الدراسات هذه باش نعرفوا شنو اللي جاء فيها وشنو محتويات انت بتاعها اليوم راى انه مشكله كبيره من المشاكل بتاع الطلاق هي مسألة عدم القدرة على تحمل المسؤولية بمعنى عندنا ولد يجي من دار أمه هي اللي قائمة فهمتي بكل شيء في الأخير يتعود أنه ياخذ مش أنه يعطي عندنا طفلة زادة فهمتي كيف كيف أمها هي اللي تقوم فهمتي بكل شيء فقط تمشي تقرأ على روحها وتوفر لها في كل الظروف من بعد يلقاهم ببعضهم في دار واحدة هم الزوز متعودين كل واحد ثم شكون اللي يقوم لهم بالمسؤوليه نتاعهم واليوم هم اللي مطالبين بك المسؤوليه فهمتني هذيك ومن هنا تبدا المشاكل ويزيدوا يتورطوا اكثر وقت اللي يجيوا صغار فهمتني من الاول كيف انت مع الـ مع الـ مع الشهاده النفسيه اللي تختبر فيها مدى تقبل المسؤوليه للازواج القديمه على انا نلاحظ التغيرات الاجتماعيه خاطر قبل في النظام الاجتماعي فهمتني القديم الزيجات تتم في اطار فهمتي الاسره ويبقاو فهمتي مع الاسره بحيث تلقى البو موجود والام موجوده وجد موجود وكانوا فهمتني يعاونوا فهمتي ويهزوا طور مجتمعنا مشى للاستقلاليه هكا اللي فرضت الظروف الجديده تاع الحياه الاستقلاليه هي اللي كل واحد وحده ويلزم يدبر مشاكله فهمتي وحده ويحل مشاكله فهمتي وحده وبالتالي ربما يحتاجوا الفترة نتاع ما نقولوش تجريبية وانما فهمتني الفترة نتاع التدرب تجريبية في مدة عامين ثلاث سنين كذا باش من بعد تجي يجيو بعد الصغار تظهر انه بسرعة بسرعة قبل الشهر غفران خلينا نتكلم في الموضوع المشكل الاساسي لظاهرة الطلاق هو نحن عدم فهمنا المؤسسة ككل يعني مؤسسة الزواج نحن العباد اليوم قاعدة تعرس جوست باش تعرس سي جوست بوغ افوار دي زونفون جوست هنا باش نعملوا هاي باش يقولوا هاي عرست وهاو باش يقولوا هاو عرس وباش يتهد وهاو باش يعملوا صغار
هذا هو مشكل. معناتها معناتها الزواج هدف ولا اي هدف ولا هدفك علاش نشوفوا في نسب الطلاق إيه من اول الدنيا. حاجه ثانيه وحاجه مهمه جدا راهو مهم جدا راهو الكوبل يتعرف على بعضه قبل العرس. يعني انا والله مع انه يصير زواج تجربه، يعني بمعنى زواج تجربه باللي في مخي انا، يعني انه يكون كما يصير في فرنسا والكل، يصير زواج انه يعيشوا مساكنة مع مساكنة بطريقة قانونية. مساكنة باه قانونية مساكنة قانونية من كوبيناج مش قانونية. اسمع فما عقد عقد كوكوبيناج بعقد يا اخي مراد كوكوبيناج بعقد يا اخي فما كونترات كوكوبيناج بيان سور كيفاه ما يعطيك القانونية هذايا كوكوبيناج بعقد في اقل التزامات من الزواج اقل التزامات مساكنة بعقد بيان سور وفما اقل من الباكس لكن كذلك يطرح اشكاليات لانه الكونكوبيناج ما يعطيش حقوق الكامله للطفل في حاله الولاده ما يعطي اشكاليات في مساله الميراث. اهم حاجه ترجمت الكونكوبيناج كان ترجموه المساكنه معناها المساكنه كونترا. اهم حاجه في الدنيا في الزواج هي المشاعر يا ولدي. زاد الناس مش يلزم المشاعر مش في القانون. تزوج من تحب ولا تعيش عمرك كامل في ميت على قيد الحياة. الله أكبر الله أكبر. رجولية ما تحبش ما تعرف مراد بربي في التجربة. الناس كل تحدث على واحد مراد مر بالتجربة هذه. الأغلب شنو اللي فزد العلاقات مراد؟ رقم واحد مش نمر الأشهر السوارد. لا اللي فزد العلاقات الروتين. الروتين الزواج مؤسسه الزواج علاش مهترئه هذاك عليه علاش مهترئه لانه الزواج تخليك في روتين تنعدم فيها حريه الاختيار يعني حتى الحاجه اللي انت مستانس تعمل اللي كي تولي تعملها بالالزاميه تولي تدخل في نوع من الدبري. بالتالي نصيحتك للمتزوجين قاوموا الروتين راهو عدو المؤسسه الزوجيه هكا ولا ابسولومون. لازم تكون خلاق، لازم تكون عندكم قدره انه تبعدوا على بعضكم في وقت من الاوقات، لازم تكون عندكم قدره انه حتى تبعدوا المده وخصوصيه جمعتين ثلاثه امشي خويا برا القى ولا انت يا المراه ولا الراجل هذه ما مش موجوده كل واحد يعني تسمع خليل تسمع ما في النصايح يكون عنده الخصوصيه نتاعه ويخرج مع اصحابه. اما راهو صعيب كمام انا تعرفني ليبرالي على الاخر اما صعيب باش ما تعتبرش انه الطلاق فيه نوع من الفشل. صعيبة حتى أنا هاني مع معناها أنه نقتقبلها وتتعدد التجارب فمش أما تلاقي يقعد نوعا ما فشل تحب ولا تكره معناها إشهار ونرجع 29 دقيقة تسمعوا في ميسيون امبوسيبل الوحيد اللي متفق مع زوجته تعمل له برا دور برا حوس من سوق لسوق خلنا نوعوا في علاقتنا باش ما نقلقش منك كل نهار قاعد لي في الدار هاي مرة بعثته الباب سويقها ومرة بعثته الباب سعدون هاي مرة بعثته اللفيت هاي مرة بير القصعة المرة هذه زوجته بعثته التستور ابعد عليا قلت له برا ختم مراته برا جيب الرمان قال برا جيب الرمان. وفي تار تجديد العلاقات الزوجيه هو محمد علي الفرشيشي. صباح الخير محمد علي. صباح النور صباح الفل مرحبا بك وتحيه لكل الناس اللي يتابعوا فينا على السياسات. برهان تعرف الدعوه اللي يقولوها اماتنا اماتنا وكل يقول لك الرات الرمانه من برا مزيانه ومن داخل مليانه. الله احنا جينا لبلاد هذا استفزاز للنحيفات. النحيفات راهو ما يقول لك اش معناها هذه مليانه بالقلب الكبير من داخل مليانه كيما قال فهمت المليانه شكبتوا عليا في المشاعر مو المشاعر انت سير اجيب تزيري باهي صح عليك واحد بلاش صح عليك. حبينا نفس ومن الاحداث شويه لانه هي نهار لحد جاي ينطلق على مدى 4 أيام المهرجان السنوي نتاع الرمان في تستور. وشنا الحمد لله معناها الصابة نتاع الرمان كبيرة برشا الحمد لله. يعني من مجاز الباب وانت جاي تلقى كان الرمان منتصب معناها على طريق الحمد لله وغيرها. دونك تبقات الرمان ديما عندنا احنا في عقليتنا ولا في مخاخنا وانه الرمانة الحمراء هي خير ولا هي اشد. هو الفرق ما بين الرمانة الحمراء والرمانة اللي تبدا بيضة ولا بالشمس هو انه الرمانة الحمراء هي اللي تبدا طايبة بالشمس والرمانة هذيك اللي تبدا بيضة هي طايبة في الظل. فما رمانة طايبة في الشمس ورمانة طايبة في الظل بالضبط اللي تبدا حمراء هكا. انا سامحني دلي أيوة. جربت البيضة ظهرت لي احلى اكثر حلاوة من داخل من الحمراء. حبيت اقول لك انا معناها اهل الذكر لهنا قولوا لي راهو عشنا يتصوروا العباد البيضه
تكون معناها نكهتها احلى من داخل بالضبط الرمان. دونك هاك انت اكدت المعلومه هي برهان. ايوه يقولوا زاد وما هيش حاجه مدربه معناها وانه الرمانه شكلها حلو تكون النواره نتاعها. هذه معناها ثاني معناها معلومه والمعلومه الاكيده زاد دليل الفوائد الصحيه الجمه للرمان. الور لا كله كله وين تدور الرمان تلقى فوائد لكل شيء. هذا لي ماذا بنتي في تستور القشره نتاعو القشره سوره القشره يشيحوها زاد اي يشيحوها المعده برهان. انا باش نقول لك حاجه اخرى. ايوه احنا ناكلوا الرمان عاده معناها اغلب الناس ينحيوا في الكثره البيضه اللي لداخل اللي تغلف الحبه نتاع الرمان هو بالعكس هذيك اللي فيها برشا منافع تتاكل هذيك هذيك غلاف للمعده. اي هذيك غلاف للمعده بالضبط. يا دالي دالي ماذا بنتي في تستور البارح وليت البارح شريت الرمان تغشيت نلقى الكعبه حمراء ممتازه جدا. كي قشرت الرمان من داخل تقول عليه قارص. اخي الرمان يلقبوه على القارص الرمان. لا هذه ثبت فيها ثبت لي فيها خاطر يلقم ينجم تلقم على القارص هذه لانه طعمه مش فاسد راه مش فاسد مطعم قارص. هاي رمان مطعم قارص وحمراء حمراء مش رمان مطعم قارص. اي ممكن 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 مؤامره انا ذولي مؤامره مؤامره ضد نجيب هذه أول مرة شفت مع القارص هذاك عليه لازم تأجيل الانتخابات التشريعية. أي واحدة لي واصل هذا ما يكون كان انتقام كريم بنزيما. خليني نقول لك أنه ثم أنواع الرمان هو ثم التونسي واللي يسميه زاد ساعات الجبالي. أي وثم الزهري اللي هو البدري اللي يتيح معناها في أول الموسم نتاع الرمان وثم الرمان الشلفي هذا اللي هو التستوري الأصلي واللي معناها توا يعني باش يقع التسويق نتاعو باش نلقاوه. بالنسبه للشلفي هذايا زراعه تستور لهنا الناس في تستور يصبروها وانهم يحطوه تحت السرون ويغطيوه معناها ويغلفوه باش يقعد في الظل غاديكا والناس يقعد شهرين انت معناها ما يصير له حتى شيء. تريبيا بالنسبه للاسوان برهان قاعده تتباع الرمان حتى الملفين انت والكاليبر وانت زاد الكيلو 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 بالفين الكيلو من 2000 لقداش؟ 2000 من 800 لل 2000 من 800 لل 2000 ايواش اقعد واقف في بلاصه واحده يا دالي باش نسمعوك الريزو سافابارا هكا ان شاء الله يكون اي واضح نسمع بلاد الجبن دستور بلاد الجبن اي القوطه اللي هي 8500 لهنا حتى ل 9500 الجبن الدستوري قاعد يتباع من 16 حتى ل 18 دينار لا في في دستور الحليب زاد كيف يقولوا لي انه الحليب ناقص دونك الحليب قاعد يتباع بدينار و700 هنا في دستور وحتى الدينار يعني 100 مليم حاجه اخرى قالوا لي عليها انا سالت على المعجون تاع الرمان يقولوا لي احنا ما خدمناش المعجون لانه وللاسف الشديد انا باش نقولها انه السكر ما تماش دونك السكر خلى الناس هنا ما خدموش المعجون تاع الرمان اللي هو عنده نكهه كبيره ونكهه والله دليل على ذكر على ذكر على ذكر المعجون نقرا النص ادبي حلو برشا كتبه هو موظف كادر في وزاره الماليه تبارك الله مغروم بالكتابه باعتباره هو تقمص شخصية المعجون الذي يناجي حبيبته التي تركته اللي هي شكوني تو المدة هذه هي الزبدة تعرف المعجون ما يتعايش كان مع الزبدة والله نص صفة نص أدبي يعمل الكيف كيفاه تركته كذا وكيفاه درشنية وكيفاه واحد المعجون يناجي الزبدة ما زلت مقطوعة الزبدة حتى في تستور دليل ثم كان الزبدة العربي اللي ريتها العربي بيان سور تتباع باش تكون ناقصة حتى الزبده العربي ماهيش بكميات اللي مستانسين نلقاوها معناها بالتأثير كما قلت لك ثم نقص كبير في الحليب وهذا مفهوم لانه توا البث والتسامح واضح ينقص الحليب اخر حاجه تميز التأثير بالطباعة تعرف الملوح حفلات الملوح في حفلات الزواج اللي بالحق من العادات نتاع التستور في حفلات الزواج وانه العريس يهزوه على الاعناق وما ينحيوا له حوايجه ويعطيوه ما انت ما تيسر من شنو ينحيوا له حوايجه منين جبتها الحكايه هذه يهزوه على الاعناق وينحيوا له حوايجه احذرت صلي على النبي يا دليل حوايجه فوقانين حوايجه فوقانين ينحيوا له سورية كانوا لابس سورية اي باش ينجموا معناها يعطيوها ما تيسر من ضربه ضرب الكل والراجل يقول لي برشا ضربات هكا معناها العروس تهز على العناق ينحيوا له الحوايج الفوقانين وبرا فوالا ويبداو يمهدوه بطريحه
نعدو بكرها وما تنساش المشموم، مشموم الفل اللي هو يميز تحاس على التستور، واللي هو يميز التستور معناها عنده محلاها تستور طبع خاص اوي محلاها مدينة جميلة. ومن المنبر هذايا نداي وتواسى وما ننساوش حبيبة مسيكة لهنا طبعا 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 مزار طبعا ان شاء الله تواسى يزوروا بدايه من وقتاش المهرجان الروماني يبدا دالي؟ من نهار لحد من نهار لحد تواسى العائله التونسيه مع الطقس الجميل هذايا هيك تستور وجهه باهيه في الويكاند، نهزوا الاولاد الصغار نهزوا عائلاتنا نمشيو غاديك الازواج يهزوا ازواجهم خير من المشاكل اللي يحكي عليها مراد. قال شنو تسمع النصايح الشيطانيه امشي عدي جمعتين بعيد على مرتك وانت برا، عدي جمعتين بعيد على راجلك باش ترجعوا بالقدا العلاقات الزوجيه لا مع بعضهم كنت متزوج 16 عام ينوعوا الجو ينوعوا كذا يخرجوا كل مره البلايس يحوسوا. انا نحب الزواج اللي يدوم في الوقت، انا نعطي في نصيحه للي يحب يبني علاقه تدوم 10 سنين واكثر. دالي مرسي بوكو، مراد الزغيدي مرسي بوكو، زياد بارك الله فيك، نجيب غفران، هذه ايميسيون امبوسيبل نهايتها مع المحلل البرنامج نستقبله بعد دقيقة من الآن عبد اللطيف المكي من عام حزب العمل والإنجاز. جورج وسوف هذايا تسمعوا في جورج وسوف جوست بعده مباشرة ثانية عبد اللطيف المكي أمين عام حزب العمل والإنجاز. تسمع جورج وسوف ولا نسمعوا بالأصوات الباهية في بدايته قبل ما يمرض معناها عنده أداء مميز وموقفه المناصر البشار لسد ما يقلقكش. هذا موضوع ثاني، أنا الفنان نحاسبه على فنه على فنه الآخر أوبسيونيل محالة يتحسب ولكن أساسا فنه. هذا تطور في المواقف بعد مغادرة حركة النهضة ولا شنو في المكي؟ لا لا أبدا، مو عبد الناصر وقت اللي كنت عبد الناصر في وقت موقات بداية الثورة منعهم كلثوم من الغناء باعتبار أنها غنات الفاروق. ثم بعد ذلك قيل هو ولا واحد مساعديه قال لا يمكن منع النيل من الجريان ولا الشمس من الشروق ولا أم كلثوم من الغناء. يعني إذا عبد اللطيف المكي يعذر جورج وسوف يقول ما عندي حتى مشكلة مع فنه كذا، المهم موقف السياسي ما تمنيش كيف كيف أم كلثوم، أما رجل غنوشي لا. ما الذي يحصل في جبهة الخلاص وأنتم كحزب العمل والإنجاز جزء ومكون من جبهة الخلاص؟ نقاشات داخلية فريق، يعني حتى قصة والموقف الغنوشي معناها ذهب ورحل وهاجر إلى فضاء آخر غير فضاء حركة النهضة، وصل لجبهة الخلاص ويبدو أنه جبهة الخلاص تخترقها خلافات بخصوص موقع والموقف من موقع الغنوشي في هذا الحراك المعارض للرئيس سعيد. أنتم ضد عبد في المكي ولد حركة النهضة التاريخية وحركة الاتجاه الإسلامي، فيما يجي ناس خرين يقول لك لا موقع الغنوشي يلزم يكون موجود معنا كيما سي جوهر بن بارك وكيما سي نجيب الشابي، ما هذه شنو العجعوجة هذه؟ على كل أنا نطرحها مش من منطلق الفرد معناها راشد الغنوشي، نطرحها من حيث العلاقة بالرأي العام ومصداقية السياسيين. وأنه حدث في البلاد زلزال انقلاب بالتأكيد عنا فيه جزء من المسؤولية في مسألة الأداء سابقا، وبالتالي لابد من المراجعة، لابد من النقد الذاتي، لابد من أنه الوجوه الأساسية اللي كانت مسؤولة عما حدث خاصة أنه كان الرأي الآخر موجود، الرأي الآخر يقول الطريق منا مش من هوني. ففي هذا الإطار يعني احنا هذا موقفنا اللي ندافعوا عليه داخل جبهة الخلاص، ولكنه موش موقف اغلبي. وفي تقديري انه الموقف اللي هو شنو انسحاب الرجل غنوجي لا في إطار المراجعة، ثم وجوه لازم تتوخر، ثم حتى الوجوه اللي شجعت قيس سعيد على استعمال الفصل 80 وبرت له سخنت له كذا يجب ان تنسحب. مثل سميلي عبد الطيف ما تعرفوهم سميلي انا ما نحبش نسميهم، وهما موجودين الان في الفعل المعارض لقيس سعيد يحاولوا، ولكن المصداقيه نتاعهم تمست بشكل تقصد كبير. في التيار الديمقراطي مثلا تقصد في سي محمد عبو؟ لا مش التيار الديمقراطي كتيار، لا شخصيات كيما سي محمد عبو. انا ديما جوريزون طريقه المات اكس ونعطيك الفورمول، انت الابليكاسيون نيميريك حط فلان او فلان او فلتان. الناس هذوما ضربت مصداقيتهم سواء كان في هذا التحريض على الدستور او ان كانوا عن حسنية، فهذا يدل على قصر نظرهم، ما يعرفوش مآلات الامور، مش قادرين هكا السياسه تعمل. سي عبد الطيف نورمالمون تجمعوا انتم، مهمكم مش تو هذه المعركه كذا. احنا مع التجميع، لكن الناس اللي تحملت المسؤوليات
اللي قامت بدور رئيسي مهد للانقلاب وبره واعطاه نوع من المبررات في تقديري لابد ان تنسحب. اخذت وقتها واكثر من وقتها تفتح الفرصه للتداول لافكار جديده ولوجوه جديده. باش يبقى شكون يتصدى للانقلاب اللي تسميه انت انقلاب فقط عبد اللطيف المكي واصدقائه ممن يشطرون وجهه النظر من غاديك رجل غنوشي تعتبره مسؤول، من هنا محمد عبو تعتبره مسؤول، خليت فيها الساحه لشكون عبد اللطيف؟ لا لا، موجود فيها الكثيرين، موجودين فيها الكثيرين من المناضلين والمناضلات في الاحزاب، موجودين الشخصيات المستقله كذلك. وكما قلت لك انا لا استهدف الاشخاص انما استهدف الممارسات والتوجهات. يعني اليوم جزء كبير من الراي العام اللي كان مساند القيس سعيد تخلى على قيس سعيد وشاف عثراته وكذا، ولكن مازال مش مرتاح، يقول لك باش يرجع للقديم، باش يرجع القديم. ولذلك لابد من تقديم رسائل للراي العام باش يرجع يدافع على الديمقراطيه، باش يرجع يقوم بجهد لمقاومه قيس سعيد. لابد ما نقولوا له ايه كيف نغلطوا احنا رانا نصلحوا، كيف نغلطوا احنا رانا نراجعوا، كيف نغلطوا احنا رانا نبدلوا. يعني انت اليوم تلقى في بريطانيا هذه شو اسمها رئيس الحكومه اللي مازلنا ما حفظناش حتى اسمها، عملت شهر واستقالت، عملت شهر واستقالت يعني، واربع رؤساء حكومات يعني تداولوا. ميركل، ميركل اللي من ابرز قيادات المانيا معناها عبر التاريخ كما كول وكما فهمني، وقت اللي شافت اللي الشعبيه نتاع حزبها بدات تتمس في بعض الانتخابات الجهويه قالت جمرات خلي الحزب يعني يتجدد. في تونس لا، يعني في تونس مانيش نحكيو على تونس، نحكيو على النهضه تحديدا. هذا اش تقصد؟ انا انت تو بالابليكاسيون ويكس تو انا نعبر ونقول تقصد في رجل غنوشي كان عليه ان ينسحب؟ هذا كلام قلناه من لا حتى بعد 25 جويليا. نعم قلناه سابق، وما الموضوع ما نحبش نرجع له، اللي حب يعرف رايي في هذا الموضوع يرجع الى الحوارات، وقلتها بالاخلاقيه اللازمه قبل ما تقال في الاعلام، قلناها في جلسات وديه واخويه ومسكونة بالعديد من الهواجس، أولها الهاجس الوطني، ولكن حتى الهاجس في شخصه هو زعيم، هو شخصية تاريخية، لا يجب أن تخرج شخصياتنا الكبيرة من الباب الصغير، فهمت؟ وهذا لأنه نحب دائما أمثال، نحب رموز، نحب قدوة في المجتمع تقتدي بها الناس. إذا كانت تخرج الشخصيات الكبيرة من الباب الصغير هذا ينقص من قدرتها على أنها تكون منارات للمجتمع. المجتمع بحاجة للروبير. لكن يقول لك قائل العبتي في المكي يعني هيك التي يشرف عليها رجل غنوشي في قيادة النهضة، وهذا شغل نهضاوي داخلي في البيت النهضاوي، يعني باهية وما بارك الله فيها كي تعمل لكم التعب أو تهبطك التعب العامة في الشوارع اللي هو الفعل المعارضين يظهر، فكالمسيرات والمظاهرات جيدة ونخطبوا عليها نحن، ولكن خايبة كي ما تعيناش نحن عليها زعماء ويبقى عليها رجل غنوشي، كيف يجيب عبد اللطيف المكي؟ لا لا شوف، النهضة كدح كل أبناء النهضة، وأنا أقول لك يعني إشكالي مع قيادة النهضة لا مع مشروع النهضة اللي عندي فيه نقد وتبديل وهذيك حاجة طبيعية، ولا خاصة مع أبناء النهضة، فهمتني؟ أنا البارح كنت في جنازة أحد أبناء النهضة في صفاقس. احنا الناس تعجلنا مع بعضنا بالأفراح وبالأتراح وبالجراح وبالمعاناة وبكذا، ويقوم بأمرنا أدنانا، يعني أي إنسان وهم بالمئات داخل النهضة قادر يقود النهضة وإخوانه يقدموا له العون ويقفوا معه. وبالتالي هذه التعبة اللي قاعدة تصير مش بأمر من شخص أو مجموعة أشخاص، هي قناعة ذاتية في أبناء النهضة أنهم ينتصروا للديمقراطية، ويمكن أن تكون مرددوتهم أرفع بكثير بقيادة عندها خيارات أكثر صوابية، فهمتني؟ هذا المشكلة. أنت كيف الموتور نتاع السيارة يبذل كمية من الطاقة، كيف يكون الشوفير ما يعرفش يسوق، ينجم يضربها في حيط، ينجم ينقصها من المردودية، ينجم يستهلك برش كربيرون، ينجم يقتصد. فبالتالي أهمية القيادة هي مسألة مصيرية، وأعتقد أنه في تقييماتنا داخل النهضة السابقة دائما نحدد المشكل في القيادة. دعونا نحكيه على عمل وإنجاز، علاش ملا الناس ما تبعتش عبد اللطيف المكي
أو هكذا يظهر، ما نعرفش إذا كان أنا غلط في الموضوع هذه أتأكد لي، ولكن أيضا سنتحدث عن الرئيس قيس سعيد الذي يتقدم، الذي يحتل مشروعه المساحة تلو المساحة أمام الفراغ الموجود، من حيث أن العديد المراقبين يقول لك معارضة للأسف مشتة ولم تنجح في أنها تسد الفراغات، وبالتالي الرئيس يتقدم نحو إنجاز مشروعه. هذا الكلام الكل وتعليق عبد اللطيف مكي بعد الإشارة. انتم تسمعوا في إيميسيون امبوسيبل مع برهان بسايس على اي اف ام احلى راديو. ما زلتوا تسمعوا فينا في الحوار الصباحي اليومي، ضيفنا الدكتور عبد اللطيف المكي من عام حزب العمل والانجاز. كنت نسال فيه قبل ما نخرج للشهر حول الرئيس يتقدم، تنتقدوا انتوما وهك تشوف حتى الخلافات مش جابت الخلاص من غاديك، الحزب الدستوري من الحر من غاديك، اللقاء بين الأحزاب الاجتماعية من غادي، حتى في وسط جابت الخلاص فما الخلافات اللي تخترق في المعارضة. الرجل يتقدم يستغل هذا التشتت، اقعدوا حكيوا انتم من هنا للصباح، الناس جزء من التوانسة ملتفة حوله ومشروعه يتقدم بثبات. شوف قيس سعيد يتقدم في الطريق الخطأ، وبالتالي باش يتقدم ومش يكون معه حتى واحد ينافسه في الطريق الخطأ. عليه طريق خطأ. وحصيلته الاقتصادية قيس سعيد أنه أصبحوا التوانسة يبحثوا على 6 أو 7 مواد أساسية. الوضع في العالم كلها كسيارة. لا أبداً 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 أبداً. في فرنسا يبحثوا في. أبداً كل شيء موجود في فرنسا، ارتفعت بعض الأسعار ولكن كل شيء موجود في فرنسا وفي كل أنحاء العالم. مسؤولية حكومات سابقة زين. لا مسؤولية حكومات سابقة. الوضع الاقتصادي ككل نعم مسؤولية الحكومات السابقة. أما أنك توفر الفلوس اللي هو بضع مئات من المليارات في ميزانية فيها 50,000 مليار. باش تتحط على حساب ديوان التجارة باش يشري القمح ويشري السكر ويشري الزيت للتوانسة، هذا فشل. والنتيجة متاعه والسبب الرئيسي هو أنه سكر الحكومة شهرين واش وقصر الحكومة بالقصبة مسكر، وبالتالي الوزارات تايهة ما عندها حتى مرجع، وما ثماش تدبير للموارد نتاع ميزانية 2022 لأنه هذاك سكرها في أوت وسبتمبر، معناها اللي هي الأشهر اللي يشوفوا فيها الموارد ويشوفوا فيها ديشوا واللي تكنيسان نتاع وزارة المالية يمشيوا لرئاسة الحكومة يشاوروها نعملوا هذا الأداء ونغيروا هذا وكذا، هو المسؤول. وهذا سيبقى عار في جبينه أنه خلى التوانسة طوابير على السكر وعلى الزيت وعلى العظم وعلى الفرينة وعلى الزبدة وعلى 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 الليسانس وعلى كذا. ما إذن ما هذا التقدم؟ هذا تقدم على جثة الشعب، هذا تقدم على جثة الشعب وعلى معاناة الشعب. ولم يعد قيس سعيد يحظى بالدعم اللي يحكيوا عليه إلا في بعض سبر الأراء اللي هي أعمال سياسية أكثر منها سبر أراء أمين للرأي العام. وقيس سعيد يعني مصر على هذا الطريق رغم نصائح ناس يا سيدي انقلاب، ولكن إجا نتحاوروا كيفاش نخرجوا. حتى أقرب الدوائر ليه تخلى عنها وسبها. شوف الصادق بالعيد، وينه الصادق بالعيد الآن؟ يعني ولذلك هو يتقدم في الطريق الخطأ، وإحنا من باب الصدق مع الشعب نقولوا له راهو طريق خطأ. اليوم حكومته نجحت في أنها تمضي مع صندوق النقد الدولي مشروع بتاع القرض اللي كانت تفاوض عليه حكومات أخرى. المرحلة الاقتصادية اعطيتها توصيف انتي سوداوي، ناس خرين انفاس يقول لك في كل الحالات منهوش فماش الانهيار المالي اللي تستنى فيه بعض الأطراف سواء قراءة للأحداث أو أماني زادة باعتبارها معارضة للرئيس سعيد. في نهاية الأمر صعوبات العالم الكل يمر بها، حرب أوكرانية روسية عكس التداعياتها، خارجين من عامين كورونا وانت تعرف شنية تداعياتها، والناس كل يقول لك راه تداعيات الاقتصادية الكورونا مش في العام الأولاني بل في العام الثاني والثالث وإحنا في العام الثالث هذايا. يعني الوضع في نهاية الأمر تحت السيطرة، مش كما تصوروا تصوروه على أنه هو كارثي. هذوما الناس اللي متبنين استراتيجية تخلي قيس سعيد يتعدى مع شوية نقد، فهمت؟ أكاذريبات وبرشا جهات في البلاد متبني هذا، خليه يتعدى مع برشا نقد. كما التحت شغله؟ من قلت لك أنا من توردش في ذكر الأسماء. خليه يتعدى مع شوية كلام وشوية نقد. وقيس سعيد مسنداته جهات دولية، وأنا دائما أنا أكد
فهمي للأشياء وفهمي لطبيعة الأشياء ما كان ليقدم على الانقلاب لولا ضوء أخضر في جهة ما من العالم. الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد رغم بلاغاتها وبياناتها في هذه زيادة ماكش تسمي الولايات المتحدة من أكثر الأطراف الدولية الحارسة على الديمقراطية في تونس. أي ما الضوء الأخضر من يخذيه توا كي يجي وقت ونحكيه جيس يا عبد اللطيف مهم جدا خلينا نوضحوا العباد أو العباد أنا طلبت أنا طلبت وأطالب بلجنة تحقيق فرنسا أمن قومي لجنة تحقيق أمن قومي ماذا حدث في تونس ومن هو قيس سعيد على من جمش يكون خيار وطني داخلي الرئيس خذا وقت علاش الوضع كان جيد فما مشاكل داخلية موجودة لها هذا قلنا في أكثر من مرة بل بالعكس قبل 25 جويلية كنا نعطي بعض الحق للرئيس في نقده ونقول له من فضلك أطلق حوار وطني وفق مبادرة اتحاد الشغل أو أي مبادرة أخرى لنعالج هذه الإشكالات فهمتني ولكن هو رفض وكان يوظف الأمور للانقلاب لا يمكن أن نقبل بالانقلاب وبالتالي الأموال اللي تحكي عليها صندوق النقد الدولي أعطى القرض فهمي الخاص هو قرار سياسي الجهات الدولية لا تريد للوضع الاقتصادي في تونس أن ينهار ولذلك كل ما جاته إشيونس متاع أجور ومتاع تسديد قروض أو كذا وهو ما عندهش فلوس يطلع قرض ما نعرفوش عليه مين يطلع كما القرض الأخير متاع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير واللي سماها الصمود الغذائي في إطار التضخم اللفظي معناها والخشخاش اللفظي فالوضع الاقتصادي مأساوي جدا في تونس شيء بسبب العشر سنوات ما عملناش فيهم خيارات تعمل ريستركتوراسيون الاقتصاد التونسي هذا يلزم نسلمه به وتنتج عليه ظواهر البطالة واختلال العجز متاع الميزان التجاري وغيره أما المشكل اللي عمله قيس سعيد الحاد هو أنه ما تهموش الميزانيات عبث بالميزانيات سكر الحكومة عمل ما العمل بدرجة أنك أنت ما توفرش الأموال باش المواد الحياتية يأخذوها التوانسة وهي ما تكلفش برشا راهي بضع مئات من المليارات فهمتني واللي باش يوفر هو القسط نتاع التعويض راهو معناها ديوان التجاره توفر له قسط التعويض لانه ديوان التجاره يستورد ب 10 دينارات يبيعهم ب 7 دينارات فقط في اطار الدعم هاك 3 دينارات توفرهم له الدوله وبالتالي هو مبلغ يتسمى ضئيل بالنسبه لميزانيه فليش لان قيس سعيد الهم نتاعو هو تركيز سلطات الفرد لأن قيس سعيد غير قادر على إدارة فريق حكومي ناجح لأن قيس سعيد غير قادر على أن يتعاون مع من هو أكفأ منه بالنسبة لي عدو هذاك وبالتالي يتحمل المسؤولية كاملة فيما آلت إليه الأوضاع كما الناس اللي عبثت بالوضع في البلاد قبل 25 جويلية تطيح في الحكومات صباحا مساء ترذل معناها في البرلمان تعمل 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 كذلك تتحمل المسؤولية كل واحد ياخذ الحق نتاعه ما عليه وما له بما في ذلك العبد اللي انتخابات في 17 ديسمبر ما تعتبروهاش خطوة على طريق استكمال البناء المؤسساتي اللي وعد به رئيس الجمهورية في إطار مقاربة يقول لك اقتصاد هاكم جربتوا انتم محسوب نلتوا كان الخراب وراء الخراب أبداً. المشكلة السياسية أبداً. المشكلة في دستور فرق السلطات المشكلة في غياب الشفافية في التعاملات المشكلة في الفساد اللي ضرب الحياة السياسية هو يضرب ذلك يمهد الأرضية لبناء جديد يعني في نهاية الأمر هذا البناء الجديد هو إعادة الدولة إلى مرحلة بن علي ومرحلة الاستبداد الدولة مسكرة على الشعب وما نعرف اشتغل وين تشوف فيها مرحلة الاستبداد ومرحلة بن علي حرية اعلام اليوم عبتي في المكي يتكلم وينتقد مثل ما يشيع الصباح في اذاعة الخيارات الرئيس قيس سعيد شوف المظاهرات تهبط للشوارع المرحلة هذه هي مرحلة تركيز سلطات الفرد والنظام السياسي اللي حب عليه قيس سعيد وثم ضغوط دولية عليه باش ما يمسش حرية التعبير وإلى غير ذلك لكن باش يحجمها أنت تعرف أنه ثم صحفيين رئيسيين خرجوهم السنة من البلاتويت وبغض الطرف عن موقفهم مني ولا منا ولا كذا واللي هي أغلبيتها النقدية في رواية ولكن موجودين لكن صحفيين أخرين وينتقدوا ليلة نهارا زاد ثم استهداف لمن هو كل من هو ضد قيس سعيد وتوا بشوي كيف ليلة نهار المنابر الإعلامية تنتقد في قيس سعيد شنو الصورة بتاع لأنه قيس سعيد اليوم الهم نتاعو يركز النظام السياسي نتاعو وبعدين تو نجوا 17 ديسمبر ما تخافوش ان مرحله باش تخليكم في التسلل المعارضه كامله وبرلمان جديد ضرب القضاء حتى ضرب
النقابات الأمنية مش في إطار يعني تهذيب العمل بين ظفرين النقاب الأمني أو تنظيمه، هو في إطار السيطرة على أدوات القوة وأدوات تركيع المعارضين. كل شيء خايب المعارضين شلون؟ نعم. في النقابات الأمنية اللي استهدفها من أكثر النقابات اللي ساندت مسار 25 جويلية. معنى حتى في هذه غالط قيس سعيد. قيس سعيد الغاية متاعه هي الغالطة. احنا في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان قلنا لوزير الداخلية ولا حتى للنقابين اللي جاونا في مناسبات، مش باش نطرحوا الموضوع بالضبط ولكن في حديث هامشي، راوا العمل النقابي الأمني يجب أن ينظم، يجب أن ينظم ولكن بطريقة ديمقراطية، خذوا هات وفي إطار الشفافية. هو قيس سعيد مسكون بهاجس الزعامتية، بهاجس نظام الفرد، بكل الأفكار اللي سادت في الستينات وفي السبعينات في العالم العربي، ولذلك كل ما يفعله هو عنده هدف رئيسي هو تركيز سلطة الفرد، في حين أن الوضع الاقتصادي للمجتمع التونسي قاعد يئن وبدون أفاق ومن سيء إلى أسوأ. في المكسوة الأخيرة زعامتية تحدث فيها تنتقد من خلالها في الرئيس قيس سعيد، إخي مش من أجل الزعامتية هذه خرج عبلتي في المكي عن حركة لا النهضة لا، لأنه ما نجمش يكون زعيم عليها فأعمل الحزب باش يكون زعيم عليها. أنا شوف أنا ما ندمش عملتي في المكة على الخرجة دائما دائما لا 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 أنا دائما نقول أنه نكون عضو في فريق ناجح من أن أكون رئيسا لفريق فشل. وأنا قبلت الأمانة العامة من إخواني في هذا الحزب والله بدفع منهم وبضغط، كان بودي أن أكون عضوا في القيادة وليس عماد الحمامي. يهمك أن يكون موجود معك في حزب العمل والإنجاز، خاصة أنكم تتشاطروا نفس الانتقادات لأداء الرجل غنوشي على رأس حركة. لا 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 ما عندناش نفس الأسلوب وما عندناش نفس الواحد، هو خذا طريقه احنا خذينا طريقنا. عبلتي في المكي أمين عام حزب العمل والإنجاز، شكرا جزيلا على الحضور، على رحابة الصدر في الإجابة على أسئلتنا. هذه إيميسيون أمبوسيبل تبلغ نهايتها، شيمة في الميتيو، أنيسة مكشيح في الأخبار، وإحنا نقول لكم أدوما.